السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. هنكمل مع بعض دلوقتي العمارة في عصر النهضة والباروك، وهركز أكتر على الباروك. وخد بالك إن عصر النهضة المؤرخين صنفوهم إن هي الوقت الزمن من سنة 1450 لسنة 1550، يعني حوالي كام سنة؟ يعني حوالي 100 سنة ما بين عصر النهضة في البداية وعصر النهضة المتطور أو المتقدم. بعد كده هنلاقي إن في فترة اللي هي حوالي 150 سنة اللي هي سميت أو لقبت بالباروك من سنة 1550 لسنة 1700. عايز بقى تبص بعينيك كدهوت ازاي شكل الكنيسة اختلف كتير عن الكنائس اللي كانت موجودة وتصممت قبل كده. يعني احنا درسنا وشوفنا كنيسة في فجر المسيحية، وبعد كده البيزنطية اللي في العصور القديمة، وبعد كده في العصور الوسطى اللي هي بين ايه؟ بين الرومانسكي والقوطي، بعد كده عصر النهضة. هتيجي تشوف الباروك هتلاقي الكنيسة اختلفت خالص، شكلها يعني بقى دايناميك، الكيرفات بقت موجودة كتير. قبل كده كانت كل الكنيسة شفناها ما كانش فيها أي كيرف خالص، تمام؟ يعني هتلاقي الكنيسة لحد ما البلان بتاعها مستطيلات، وهو أقرب ما يكون شكل الصليب، وصحيح هو سيمتري، لكن في تأسيسة معينة اللي هي نابعة من إيه؟ اللي هي يعتبر موروث ثقافي لفكر البازيليكا، صح كده؟ هنا الكنيسة ملهاش علاقة بالبازيليكا، والتكوين والتشكيل المعماري اللي احنا شفناه قبل كده في كل العصور سواء القديم أو في العصور الوسطى أو في عصر النهضة مبقاش موجودة برضه. الواجهة شكلها اختلف تماما، صح؟ الفكر اللي فيها والزخرفة والنسب برضه شكلها اختلف تماما. طيب الأول هنتكلم عن الباروك. باروك حاليا ده توجه فكري معماري لدوت ظهر في القرن السادس عشر، وهو يعتبر فكر المؤرخين أرخوه إن هو رقي وازدهار. وهنلاقي المعماريين في الفترة ديت بحثوا عن الأشكال الجديدة، وبدأوا يعني إيه بقى في فكر، في انطلاقة، وفي عندي إبداع، وفي عندي ديناميكية، ودي باينة معايا من خلال المشهد اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في كنيسة سان كارلو الموجودة عندنا في روما في إيطاليا. ولأن لفظ باروك دي تسمية نابعة من صناعة تشغيل المعادن، الباروك تسمية نابعة من صناعة تشغيل المعادن، وهي مستنبطة من كلمة إيه اللي هي باروكو، هي كلمة برتغالية الأصل بتعني الشكل غير منتظم أو لؤلؤة مستديرة الشكل، تمام؟ شوف اللؤلؤة تبقى شكلها عامل إزاي، تبقى ملفتة للنظر. الباروك حاجة زي كده، إن أنت تبقى ماشي من جنب المبنى عامل زي ما يكون لؤلؤة تلفت نظرك تبص عليها من كتر التفاصيل والدقة في الإبداع. هلاقي التوجه ده ظهر في إيطاليا، بعد كده انتقل إلى أسبانيا والبرتغال وألمانيا والنمسا اللي هي يعتبر الإمبراطورية الغربية اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، تمام؟ دايما إيطاليا يا شباب بيبقى هي البداية، دايما بداية الفكر والطراز والتطور والعمران بيبقى موجود في إيطاليا، وبعد كده بيتنقل لإيطاليا لفرنسا أسبانيا بعد ما كانت الأندلس، هتطلع فوق بقى لإنجلترا لألمانيا لهولندا للنمسا وغيره. وطبعا كل البلاد ديت اللي هي كانت في الأصل كانت إمبراطورية غربية اللي هي مرت بفترة العصور المظلمة، تمام. طيب هلاقي برضو المبادئ اللي عمل الباروك هو الاهتمام بالديناميكية والاهتمام بالزخارف والتكوينات المعمارية الحرة اللي هي متناهية، والاهتمام بالتنسيق العمراني والمياه والنوافير، انا عناصر لاندسكيب بشكل عام. يبقى انا اعرف اقول المبنى ده باروك ولا لا، ها، من خلال كل الحاجات اللي انا قلتها. لما تلاقي المبنى دايناميك، تمام، متحرك، في كيرف، في تشكيلات وتكوينات، في زخارف متناهيه الدقه، دي كلها بتدل ان دوت مبنى على طراز الباروك. بص معايا كده دوت المبنى اللي احنا بنستعرضه في الكنيسه ديت، وبص الدقة الموجودة عندي في الواجهات. شوف الواجهة متقسمة ازاي، يعني عندي أرض وأول كأنها دبل هايت، وفي عندي أعمدة كورنثي، وفي عندي كمية زخارف وشكل جاي انحناء، تمام. الحاجات دي مكانتش موجودة قبل كده في كل طرز احنا درسناها. وكده أطلع ألاقي فوق برضو العمود بيتكرر تاني، وكمان ارتفاع دبل هايت، وبرضو في عندي جزء جاي من انحناء، وكده في عندي فرونتون برضو جاي من انحناء. النسب دي كلها والديناميك اللي موجودة معايا سواء في الواجهة أو في البلان دي كلها مفردات معماريه ما كانتش موجوده قبل كده. الدقه المتناهيه الموجوده في الزخارف حوالين الفتحات، تمام، ولاقي المره الفتحات عشان تدخل اضاءه تهويه، ومره الفتحات ديت مش فتحات اساسا، عباره عن تجويف عشان تحط فيه تمثال او تحط فيه زخارف بشكل معين،
دي كلها برضو أفكار بقت مستحدثة ومتطورة. فكرة إن السلم والمدخل جاي بشكل كيرف وجاي فوقيه برضو شكل معايا كيرف اللي هي الطبانة، تمام، في عندي برامج أهي جاية بكيرف، وبعد كده عندي فرونتون جاي بكيرف، الحاجات دي كلها جديدة. يعني الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده في فكرة الكنايس اللي احنا شفناها ودرسناها في كل العصور اللي عدت. برضه لما أجي أخش أشوف البلان ألاقي إن هو كله جاي بكيرف، الحاجات دي ما كانتش موجودة. يعني الحاجات ديت لو كانت ظهرت في العصور الوسطى سواء كانت في رومانسكي أو في الكوتي، دي كان بالنسبة لهم حاجة يعني إيه زي ما بتقول عيب، تمام، يعني في مال الحد يقول لك ما ينفعش كده. فلكن في العصر دوت اللي هو عصر التنوير والابتكارات والاختراعات والتطور، لا، قال لك إيه المانع إن أنا أعمل كنيسة غير تقليدية، إن هي نابعة من الطبيعة وفيها شكل كيرف بحيث تبقى هي خارجة عن المألوف، وفي نفس الوقت تبقى عاملة زي اللؤلؤة كده تلفت النظر، تمام. برضه هتلاقي السكاي لايت الموجودة والقبة الموجودة معايا قبة شكلها بيضاوي، دي برضه فكرة يعني مستحدثة، إن أنا ألاقي المشهد ده موجود جوه الكنيسة في السقف، دي ده أول مرة نشوف كنيسة بالشكل ده، صح كده. فكرة يبقى في عندي شكل بيضاوي وفي عندي في الجنب إن هو مثلثات كروية وفيها تفاصيل متناهية الصغر، دي كلها أفكار مستحدثة مكانتش موجودة قبل كده. بلان لحد ما سيمتري لحد دلوقتي، يعني احنا مش شغالين في السيمترية، مع ان في تفصيلة اهي موجودة يعني بتحاول تخرج بره السيمترية، لكن تحس ان هو في المجمل سيمتري. التكوين المعماري ان انا اخش الاقي في قبة مركزية، والقبة المركزية ديت فوقيها في عندي جزء مرتفع عشان ادخل الضوء وتهوية، ده متأثر لحد ما بالفكر البيزنطي، مش كده؟ الفكر البيزنطي اللي هو معتمد على القبة وانصاف القباب والعقود وغيره، بس هنا ظهرت بشكل متطور مكانتش موجودة قبل كده بالشكل ده. فكرة برضو المدخل اللي هو جاي على كيرف كده، اخش الاقي شكل بيضاوي، بعد كده الاقي ان هو الابس بتاعي جاي بشكل مختلف عن احنا اتعلمناه قبل كده، وبعد كده في كمان اتنين يمين وشمال سيمتري، تمام، واوضه ظهرت معايا ومدخل ان انا بلف وراه عشان اطلع على الدير، دي كلها مفردات معماريه وتشكيل وتكوين معماري ما كانش موجود قبل كده. يبقى دي كلها نابعه من فكر وطراز الباروك. بشوف بقى الباروك ازاي مختلف عن كل الطرق اللي احنا درسناها قبل كده. بص معايا حتى على السكشن الموجود معايا، سواء السكشن العرضي او السكشن الطولي، تمام، قطاع الطولي او قطاع العرضي، وهنا 3 دي في منتهى الاهميه. انا يعني دايما وانا ببص على 2 دي ببص كمان على 3 دي، سواء 2 دي كان قطاع او 2 دي مسقط افقي بلان، لازم ابص معايا على 3 دي، تمام، عشان اشوف الارتفاعات واشوف ان ديت شكلها يعني اتنقل معايا بقت عامله ازاي. القطاع الطولي، تمام، واضح اهو في فرق الارتفاعات الشاهقه والقبة المركزية الموجودة عندي اللي هي شكلها بيضاوي وفي الآخر صغرت، تمام، بقت دايرة، وفي الآخر خالص فوق عندي الإيه الشكل الصليب اللي هو يميز اللي هو موجود عندي فوق الإيه فوق القبة اللي يعتبر عليها مبصرية مميزة اللي هي لاند مارك. هنلاحظ برضو في أهم مبادئ التصميمية لعمارة الباروك، أولا إن هي مظهرتش بس في الكنائس، دي ظهرت كمان في مباني سكنية ومباني عامة وغيره. رقم اتنين، إنسيابية التصميم بسبب استخدام الخطوط المنحنية، ودي باينة من خلال السكشن ومن خلال المساحات الأفقية وال 3 دي وغيره. رقم 3، التصميم النحتي في المسقط الافقي والوجه والقطاع، لو انتم شايفين كده تحس ان هي منحوته جوه الجبل. رقم 4، التقليل من اهميه الابراج في تصميم الكنائس، تحس الابراج مش موجوده، مش كده؟ يعني احنا قبل كده كانت الابراج تحس ان هي حاجه موجوده ستراكشر قوي جدا وبصريه علامه بصريه مميزه، هنا ما تحسش بيها. رقم 5، الاسراف في الزخارف والتفاصيل والمواد الايه والمواد الغنيه، يعني دي برده ايه حته الاسراف دي كان موجوده قبل كده في العماره في العصر الكوت وشويه رومانسكي، لكن رجعت تاني هيت في عصر النهضة من خلال الباروك بقى في عندنا إسراف في الزخارف. يعني 3 دي ده بيوضح المفاهيم المختلفة اللي احنا بنتكلم عليها، والبلان في غاية الأهمية بيوضح كل المفاهيم اللي احنا ايه بنشير ليها، وان ازاي كان بيعمل معالجة للأركان. فكرة معالجة الأركان ديت اللي هي وظيفيا يعني ايه ملهاش لازمة، احنا نقدر نقول عليها هي وظيفيا ملهاش لازمة، لكن من ناحية الجمالية ومن نواحي تانية لا دي ليها لازمة، تمام؟ ديت حاجة في منتهى الأهمية بتميز عمارة عصر الإيه؟ الباروك. دايما الأركان بيبقى ليها معالجات معمارية في غاية الأهمية. نفس الكلام الواجهة بتاعتي اللي هي متقسمة كل دورين، تمام؟ بأعمدة وفتحات بأشكال مختلفة. القبة المركزية الموجودة عندي اللي هي في الأصل كانت بيضاوية وبعد كده بقت دائرية وبعد كده في الآخر الإيه؟ الصليب. فتحات الموجودة عندي بشكل ده أهو. المعالجات الموجودة حوالين الأبواب والشبابيك، السلالم اللي جاية بأشكال كيرف. والكيرف اللي هو بيلف حوالين الاركان، دي كلها معالجات ملامح معماريه من طراز ايه من طراز الباروك. لما اشوفه
سواء في الكنيسة ديت أو غيرها من الكنائس المختلفة والكاتدرائيات المختلفة ومباني استثنائية والقصور والمباني العامة، أعرف أنا كده وصلت لعصر النهضة المتطور اللي هو الإيه؟ الباروك. أفكار كتيرة موجودة معانا نعرف نبص عليها، حاجات كتير لما أجي أشوفها ألاقي إني أفهم إن دوت من طراز عصر الباروك، وتلاقي في مصر في حاجات كتير مبنية على غرار الباروك اللي انتشر في بلاد اللي هي بتنتمي للإمبراطورية الغربية في أوروبا. بص معايا بقى بعينيك على الواجهات من جوه، الانتيريو ديزاين من بره، التفاصيل، النحت اللي موجود، التماثيل ازاي موجودة، تمام، الزخارف ودقتها، وازاي ان هي متنوعة، وازاي ان هي بتطلع معايا مع الأعمدة الكورنثية مع النهاية البيضاوية. طبعا كنيسة سان كارلو روما بإيطاليا اللي احنا بنعرض دلوقتي مصمم معماري فرانشيسكو بروميني، الموقع روما في إيطاليا، النوع كنيسة كاثوليكية ولا كنيسة أرثوذكس؟ طبعا ده في إيطاليا يبقى كاثوليكي، تمام كده، يبقى دي كنيسة كاثوليكية مبنية من خلال الطراز الباروك في القرن السابع عشر. طبعا استعمال الأعمدة الكورنثية بارتفاع دور وبارتفاع دورين، تمام، استعمال القبة البيضاوية، استعمال التماثيل في الواجهات، واستعمال الخطوط المنحنية. طبعا الخطوط المنحنية باينة معايا سواء في الواجهة الخارجية أو في الانتيرو ديزاين الواجهات الداخلية، وباينة معايا في البلان وفي القطاع وفي 3D وفي الأسقف وفي اللوكنج أب وفي اللوكنج داون، تمام، يعني في كل المستويات هلاقي في عندي إيه تفاصيل نابعة من الأشكال البيضاوية. برضو تماثيل ظهرت معايا بتحكي قصص، وكأن في عندي مراية، شايفين يا شباب، كأن في مراية بتعكس الأحداث. بص معايا كده على التفصيلة ديت، كأن في عندي مراية، تمام، موجودة معايا في الكورنر من خلال المثلثات الكروية بتعكس سيناريو وأحداث ما كانتش موجودة قبل كده. دي كلها أفكار يعني مستحدثة. نفس الكلام الأركان المتعالجة، وكأن في عندي أطفال وليهم جناحات كأنهم ملايكة، دي كلها أفكار برضو مستحدثة. كل المعالجات الموجودة جوه في اللوكنج أب دي أفكار مستحدثة من عصر النهضة المتطور اللي هو الباروك، من سنة 1550 لحد سنة 1700. دي نتيجة التطور اللي هم وصلوا له في أوروبا، تمام، الكيرف بتاعهم بدأ يعلى جدا، واتموا بالابتكارات والاختراعات والاكتشافات، وادوا للعلم حقه، وبدأوا ان هم يمشوا ورا العلماء لحد ما وصلوا لايه، للتقدم اللي احنا شايفينه ده. ايه المطلوب مننا بقى دلوقتي؟ ان طبعا الفيديو ده في منتهى الاهميه، لان بيوضح لك ملامح فكره عصر الباروك او طراز الباروك شكله عامل ازاي. محتاج منك دلوقتي ان انت هتجيب ورقه بيضاء، وهبدا ارسم مجموعه سكتشات ما بين قطاع مسقط افقي واجهات، تمام، يعني سيكشن والفيجن وايه بلانز، بحيث ان انا هطلع اسهم من عليه واشرح عليه المفردات المعماريه اللي تنتمي لعصر الباروك او طراز الباروك، سواء مكونات الكنيسه، السيمترية اللي ظهرت معايا بشكل مختلف، كيرفات الكتيره اللي ظهرت معايا، تفاصيل ظهرت معايا في مستوى الواجهات وعلى مستوى ال 3 دي والمساقط الافقيه، اشكال المنحوته، تمام، التفاصيل اللي في غايه الدقه، حاجات كتير ممكن ان انا اتكلم عليها من خلال سكتشات ورسومات اللي تنتمي لعصر الباروك. طبعا اي استفسار تبعتلي على الاكونت بتاعي. شكرا ليكم واشوفكم دايما بخير، وهبدأ نشتغل دلوقتي، يلا اتفضلوا.